بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تحياتي لكم يا شباب، أرجو المتابعة، أرجو أنكم تسمعونا، تشيرونا، تكتبوا أي ملاحظات، تدعمونا، لأن بصراحة الواحد كل ما يقول القناة دي ملهاش لازمة بقى، لكن بيرجع تاني يقول حتى لو في حد بيشوفك أو اتنين أو 10 أو 100، المهم تتابعونا يا شباب. والأمل عند ربنا كتير، لأن إحنا بنتكلم في الحق ومفيش قلة أدب ومفيش أي نوع من الخروج، لأن الآخرة عند ربنا أهم من أي شيء، وأهم من أهلي وزمالك وريال مدريد وليفربول والوداد، كلنا إخوة في الله، بننقض عن حق، بننقض بأدب واحترام، ولا تنابزوا بالألقاب، ما بنشتمش حد، ما بنسبش في حد، مش لازم، مش خوف من حد، هو الخوف من ربنا. اللي بيخاف من ربنا يمكن يكون العدد قليل اللي يتابعه، لكن بيبقى زي كده ما مع الكابتن اسلام الشاطر سمعنا ان واحد اهلاوي بألف اي حد تاني، لان احنا بنشجع الاهلي وبنشجع مصر عن حق ان شاء الله. نبدأ منين؟ نبدأ من مباراة الامس، هناخد 1 2 3. مباراة ولاد العم الاسماعيلي او الزمالك والاسماعيلي، ثم مباراة ريال مدريد وليفربول، ثم الوضع ايه في الوداد والكازابلانكا، والمباراة المرتقبة غدا ان شاء الله. هناخد على السريع كده، بس يا ريت المتابعة، يا ريت تتابعونا لو سمحتم. يعني ريال مدريد غلس مباراة، ساعات تحس انك فريق ممل كل حاجة، انما هو للأسف الشديد ممكن نقول كده احنا كمصريين يعني، وكان نفسنا صلاح يكسب، وليه كلام عن موضوع صلاح، ان اللي هو فخر طبعا لينا وللعرب كلهم هنا في اوروبا وفي كل مكان، ان ريال مدريد اقوى فريق في العالم في الهجمات الخاطفة المرتدة، وتاني حاجة ان هو فريق بيحترم اي فريق قدامه، بس هما دول النقطتين اللي كسب بيهم بالحارس طبعا بتاعهم البطولة. يعني احنا بنحب طبعا ان الاستحواذ على الكورة، بنحب اللمسات الفنية الجميلة بتاع ليفربول، بنحب كل حاجة، بس ما تعرفش يعني الواحد بيبقى في حيرة. انا كتبت امبارح في على الفيس ان يعني انا بجد الواحد بيرفع القبعة لأي ساعات كده لأي حد ملوش في الكورة خالص وما بيتابعش الكورة، لأن الكورة مستديرة للأسف الشديد بتغدر بصاحبها اللي مستحوذ عليها وبتروح للي بيخطفها. دي نقطة. النقطة التانية، محمد صلاح فخر لينا بالغصب عننا يا جماعة، لأن احنا مش عاوزين ندخل في موضوع يعني صلاح المرة لا، يعني 5-3 الأهلي والزمالك زي 2-0 مع عمرو أديب والكلام ده كله. يا جماعة احنا مش عايزين نوصل لهذه النقطة. انا في حاجة شدت انتباهي، يعني ان ده المفروض ده اللي احنا نعلقه، لان محمد صلاح فخر لينا، لازم يبقى فخر لينا. زي ما حد كتب كده عجبني التويتة ديت، ان احمد زويل ما كدبش، الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا اغبياء، هم فقط يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحارب الناجح حتى يفشل. هل احنا بنحقد على صلاح؟ لا. هل احنا عاوزين صلاح يفشل؟ لا. انما احنا بنعمل ايه؟ طيب انا بشجع ريال مدريد، انت بتشجع ريال مدريد، بس لو اسبانيا لعبت مصر انت هتشجع اسبانيا ولا مصر؟ انت يا جماعة، انا اتفرجت الحمد لله يعني امبارح لمشكلة على البين سبورت، امبارح اتفرجت على القناة الألمانية في المباراة بتاع ليفربول وريال مدريد. بصراحة فخر، كل الفخر، المذيعين الاثنين المذيعين بيتكلموا ايه عن صلاح، الفرعون المصري. فصلاح كان واخد تقريبا 20% لوحده من التعليق، فعيب، ومش عاوز اطول اكتر من كده، بلاش ان احنا نكسر من اي حد بينجح خارج بلاده، لان احنا داخل مصر بتنجح، انما النجاح خارج مصر بي بي بيشهرك، بيعمل لوطنك اسم. فيكفي ان محمد صلاح ما خسر ماشي النهائي امبارح، انما ده وصل لنهائي اوروبا
اللي هو نصف كاس العالم 3 مرات وعمل ارقام مذهله. مفيش حد، احنا في واد عندنا اسمه العالمي راح لعب في ويجن ولا مش عارف فين، اتعامل عالمي، اتعلم عالمي برغم جسمه عامل ازاي وطريقته عامل ازاي واللكاكيم اللي بتدافع المدافعين عشان يحط جوان ازاي، بقى عالمي. فمحمد صلاح عشان ملوش ظهر، عشان ما هوش لاعب في الاهلي والزمالك، او عشان ايه بالظبط؟ دي نقطة. فاحنا النقطة التانية، ما نقارنش ريال مدريد اللي هو بابا اوروبا بريال مدريد افريقيا، ما فيش حاجة اسمها كده. زي موسيماني والاهلاوية قالوا امبارح او النهاردة ان لا، الاهلي هو سيد افريقيا، الاهلي، الاهلي مش ريال مدريد افريقيا، لا الاهلي هو ملك افريقيا وهو الوحيد اللي بينافس ريال مدريد. على ريال مدريد دلوقتي 14 بطولة، تخيل لو الاهلي ما انسحبش زمان في اخر التسعينات كان زماننا دلوقتي 15 16 بطولة، قدر الله ما شاء فعل. هنيجي لنقطة الانسحاب ومش الانسحاب، كابتن ابو تريكة زيه زي بعض الناس عندهم حق للي بيحصل، المهازل اللي بتحصل، انما او قبل ما نوصل المهازل بتاع الوداد والمغرب واللي بيحصل من الصحافة المغربية ومن ثم اللي بيتبعها طبعا بعض الصحف او بعض الصفحات المصرية، هنروح لماتش امبارح في 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 جملتين ثلاثة. يعني أنا كتبت برضو امبارح وكنت أدعم الإسماعيلي، مش عشان الزمالك يتهزم إنما عشان الإسماعيلي نادي شعبي، لأن أنتوا عارفين إن أنا بكره الدوري شركات وبكره الخطط اللي هي بتتعمل إن يبقى دوري شركات. وشفنا فضيحة رونالدينهو والإعلانات السجاير، ومش عارف أنا إدارة الاتحاد الكرة المصري واخدانا على فين بصراحة، واخدة شبابنا وفتياتنا على فين. المرة الجاية بقى هتبقى بقى شركات خمور، شركات مش عارف ايه، ويجيبوا لاعب ياخد يلهف 250 الف دولار و460 وحاجة الف جنيه في حاجات عشان يدخن سيجارة ولا عشان ايه. انما اللي بيحصل ده بصراحة امبارح ماتش الاسماعيلي والزمالك، يعني فوجئت بعد مرور دقائق ان فيه ضربة جزاء واضحة جدا جدا، الحكم صفر ابراهيم نور الدين. يعني يا رب يكون انت بتتعامل بدينك فعلا يا كابتن ابراهيم، ان تبقى لمسه يد على مهاجم الاسماعيلي. يا نهار ابيض، ده الواد متاخد من ظهره وقاشش فيه ونص، يقول لك الاثنين وقعوا ويطلع ايه اللي بيحصل ما تعرفش. يعني بقت فضيحه. زمان كانت الفضيحه دي شغاله من 70 80 سنه لدعم كيان مرزباخ، انما توصل لهذه المرحله، توصل كده عين عينك كده، وزي ما عصام عبد الفتاح بيقول لك انا قاعد على قلبكم، انا قاعد على قلبكم ما دام فيها. طبعا احنا عارفين مين اللي بيدعم وجود عصام عبد الفتاح، والاستقاله موجوده، اقالته موجوده بقى لها اكتر من اسبوع، والدرندالي وغيره عاوزين انهم يقال. انما الكابتن علام المهندس او الاستاذ او الباشمهندس علام او مش عارف وشغلته ايه بالظبط قبل ما يبقى رئيس اتحاد كوره، ان هو بيدعم وجوده، لان احنا عارفين قوي رئيس نادي مشهور بيهدد ان عصام عبد الفتاح لازم يفضل عشان بيلبي طلباته، عشان خايف من السيديهات بتاعته، الله اعلم، حاجات كتيره كده لغواصه وحاجات مقرفه تكرهك في الكوره، تكرهك في انك يعني هتعمل ايه بعد كده. ديت الحاجات كتيرة يعني مزعجة، مش عارف. الحاجة النقطة التانية، جماهير الاسماعيلي، يعني جماهير الاسماعيلي، هو النتيجة بتاع امبارح ومجريات الامور في مباراة امبارح لو كانت مع الاهلي كنت هتسكتوا؟ انتوا ليه ما بتلعبوش مع الاهلي في القاهرة؟ ليه، ايه ذنب الاهلي ان ما يلعبش مباراة الاسماعيلي في القاهرة يا اتحاد الكورة؟ ايه ذنب الاهلي ان مباريات بيلعب مباريات زياده عن الزمالك خارج القاهره؟ عشان ايه؟ عشان 72 او 74 شهداء منه؟ هو ده يعني المجن عليه بيتعاقب كمان؟ والله العظيم ثلاثة سخريه كبيره جدا الواحد بشايفها في رياضه ما هيش رياضه، رياضه بقت فيها تدخين، رياضه بقت فيها يعني تعلي نادي عن نادي بسبق الاصرار والترصد ومش عارف ايه، واحنا عايشين في ايه بالظبط؟
وجميل الاسماعيلي طيبه على قلبكم قوي قوي، لما تتغلبوا بقت عادي بقى ادمان 6 نقط كده كل سنه كده. هو ده عقد من ايام ميرزباخ عشان هم استضافوكوا زمان، ده الاهلي ولا استضافكوا، ما ترجعوا لكباتنكم ورموز ناديكم يا اسماعيلاويه. مين تاريخ الاهلي مع الاسماعيلي ايه، وتاريخ الزمالك مع الاسماعيلي ايه؟ هو انتوا بتقلبوا الامور، ومن الاعلام الابيض والاعلام الفاشل اللي هو موجود بعضه طبعا بيثبت على هذه المقوله، وان ولاد عم ومش ولاد عم، احنا كلنا اخوات، ما فيش حاجه اسمها ولاد عم. انت لما الاسماعيلي يبقى ابن عمك يا زملكاوي، يا اسماعيلاوي لما الزملكاوي يبقى ابن عمك، يبقى انتوا مش ولاد وطن واحد. ولاد العم دول ما عارفين ايه بالظبط في الوطن العربي، يعني مين ولاد العم؟ ولا احنا البورسعيديه اخواتي، الاسماعيليه اخواتي، الاسكندرانيه اخواتي، مش ولاد عمي. ولاد عمك ده اللي هو جارك، دوله جنبك كده، واخد بالك؟ هم دول ولاد العم. ديت حاجه يعني، انا الوطن واحد، مصر واحده، كل الناس اخوات بعض، مفيش حاجه اسمها ولاد عم وولاد خاله والكلام ده كله. دي النقطه اللي هي خاصه بالتحكيم امبارح، كانت مهزله، مهزله كبيره جدا، وعين عينك. وطبعا شفنا الوش اللي هو حصل ما بين كابتن حسني عبد ربه ومدرب الاسماعيلي والكابتن اسمه ايه، نبيه ده، اسامه نبيه بتاع الزمالك، وتخيل كده كابتن صغير عن واحد اكبر منه بيقول لي اسكت يلا، بيقول له اسكت يلا لما قال له خليك في فريقك، وحاجات كده. وفي الاخر حبايب يعني، ما فيش مشكله يعني، مش هنتضايق اكتر من حقها. هنيئا لعاشر فوز بالتزوير، عاشر فوز، الدنيا بتمطر، معلش انا هتاسف هلبس الجاكيت، الجو هنا اصلا بيقلب، مسافه دقايق بتلاقي الجو قلب. انا هحاول اختصر، المهم اللي بيحصل كده على السريع في المغرب الشقيق. طبعا فوز الاقجع ده راجل محترم، راجل بصراحه، راجل بصراحه يعني، انا ارفع له القبعه يا جماعه والله العظيم ثلاثه. الراجل ده راجل بيشتغل لبلده، بيشتغل لفريق بلده، يعني الاضاءه مش عارف عامله ايه كده، احاول نغير بحيث ان صورتنا ما تبقاش يعني ايه ضايعه خالص، واخد بالك حضراتكم. انا هحاول، مش هطول يعني، اطول عليكم. انا ارجو بس انكم تشاركونا، لان انا عايز اتكلم مع حد. احنا يا جماعه احنا في غربه، يا جماعه تابعونا لو سمحتوا، لو سمحتوا، احنا بنتكلم بكل حريه وبكل شفافيه، واهم حاجه الوطن، اهم حاجه مصر، مصر يا جماعه والله اهم من اي حاجه، والله مصر اهم حاجه من اي حد في الدنيا، اهم من الاهلي والزمالك وكله، واخدين بالكم؟ طبعا موسيماني قال للكابتن الخطيب او بلغه رفضه ان هو الاستاذ فوز الاقجع يزور الفريق ويهنئه ومش عارف ايه والكلام ده كله، ما يحصلش، احنا مش فاضيين، الفريق مقفول على نفسه. دي نقطه. النقطه الثانيه، طبعا بدات البلبله ودخلت في الفار، والفار مش قال الكاف، بيقول للاهلي خلي بالكوا الفار لو اتقطع، الفار لو اتقطع بكره المباراه ما فيش انسحاب وما فيش، لا المباراه تستكمل. ما دي حاجات بديهيات يعني، بديهيات، ان الفار، لما الفار ما هوش من الحاجات الاساسيه في استكمال المباراه. واللي حصل من الوداد زمان ما كانش لهم حق ينسحبوا قدام الترجي، ده مش ذنبنا. انما مش معنى كده انك توديني عند النادي اللي بيضيفني ان انا هلعب معاه نهائي. طب افرض هم قطعوا الكهرباء، افرض هم عملوا اي بتاع، انت كده بتديهم تصريح على كده يعني مش عارف ايه النظام ده. طيب الكلام ده ما حصلش، تقوم يلا كوره في مصر تقوم حطاه عشان يزودوا الضغط على لعيب الاهلي. يعني احنا كسوشيال ميديا بندعم الاهلي، الاهلاويه المصريين بيدعموا الاهلي في الداخل وفي الخارج، واحنا عندنا الاعلام بيكسر من الاهلي زي كده. ما الكابتن شلبوكا استضاف واحد شتم في الخطيب وبيشتم في الخطيب ليل ونهار، وشتم في اون تايم سبورت، ومع ذلك استضافه. يعني حاجات كلها طبعا الكلام كتير عنها، عشان كده مش عايز اطول عندها، انما دي حاجات للاسف مش كويسة يا جماعة، مش كويسة، مش هتأثر على حد زي كبير في السن، بس هتأثر على شباب صغيرين، هتأثر على فتيات، هتأثر على انتمائهم لوطنه، انتمائهم لناديهم. الانتماء ده بيبدأ الانتماء للوطن، انتماء للمنتخب، ومن ثم انتماء برضه للنادي اللي انت بتحبه. انت مش ممكن يكون مصر كلها تشجع الاهلي
فمش هيبقى فيه منافس. لا احنا بنرحب يبقى فيه مشجعين للاسماعيلي، بنحفل على بعض بكل ادب واحترام للزمالك كذا كذا، انما توصل للوقاحه، توصل لقله الادب، توصل للسخافات، توصل للتنابز بالالقاب، توصل بالسخريه من نادي بطل بلدك، توصل بانك تستضيف حد بيسخر من بلدك ومن نادي بلدك، توصل الحاجات ديت حاجات بصراحه انت موافق عليها. لا انت بتاخد ملايين من الاعلانات اللي بتيجي على قناتك، الملايين ديت جايه من جيب الشعب اللي هو بيدفع فلوس للبضاعه اللي هي بتنباع. فانتوا انتوا مثيرين للفتنه. انا لو قلت النهارده ما نشتريش البضاعات اللي هي بتعلن عنكم هبقى مثير للفتنه. انا مش بقول كده، احنا بنقول انتوا ابداوا بالخطوه، انتوا الاعلام يا جماعه، مهنه الاعلام، مهنه القانون، مهنه المحاماه، المهنيات المهن ديت سهل قوي قوي تدخل النار، وسهل جدا جدا تدخل الجنه، لانك لما بتقول كلمه الحق ولما تكون منصف لاهل بلدك ولبلدك ولحكومتك ولشعبك ولحبايبك تبقى منصف، تبقى لان الشاشه ديت انت بتطل على ناس مش هتعرف ترجع الكلمه تاني. لما بتعمل اساءه يعني الاساءه ديت بتروح في العالم كله، ما بتعملش كنترول هتروح لمين ومش هتروح لمين. فعيب والله اللي بيحصل ده، عيب اللي بيحصل ده. يعني كابتن الخطيب بسم الله ما شاء الله، ربنا يعينه على اللي هو فيه، يعني راجل فخر بقى زي ما بنتكلم عن محمد صلاح. يعني الراجل ده في فيديو يا جماعه انتوا شفتوه كلكم، بس مش عارف خدت بالكم من نقطه معينه ولا لا. الفيديو ده احنا هنشغله. يعني شايف الخطيب عشان ما يلخمش الناس اللي ماشيين وراه، مش على الرصيف شويه عشان المسيره اللي وراه تستكمل. يعني ديت حاجه مش دي بتبقى في التربيه مش تمثيل. ده موضوع تربيه مش تمثيل، مش بتاع شو اعلامي. لو بتاع شو اعلامي كان وقف وفرمل الناس اللي وراه ونزل قدامه ومستنوه، انما ده خد جنب عشان عارف ظروفه الصحيه. شايف عمل ايه؟ شايف عمل إيه؟ دي حاجه تلقائيه، ما تجيش بتمثيل خالص، دي حاجه تلقائيه عشان الفوج اللي وراه والفريق اللي وراه يمشي. يعني ديت حاجه بصراحه، يعني دي بتبقى في التربيه، واخدين بالكم؟ ديت النقطه ديت انا كنت عايز انبه عليها. يعني مش اي حد يعملها، مش اي حد لما يكون متربي تربيه اصيله. هو ده المصري خارج مصر، هو ده المصري. زي ما بنفتخر بمحمد صلاح نفتخر بالخطيب. المغاربة دول أشقاء، المغاربة دول شعب جميل جدا جدا جدا. سيبك من موضوع الرياضة بقى والتحفيل والاستفزاز والكلام ده بيحصل، ولو كانوا عندنا كان ممكن يحصل، بس احنا أهلا يا بوريدة. أنت فينك يا بوريدة؟ فينك يا بوريدة؟ أنت مستني اللقطة لو الأهلي يعني ضد التيار اللي أنت ماشي عليه وكسب البطولة هتروح تاخد اللقطة مع الكابتن الخطيب، صح؟ صح ولا لأ؟ زي ما النهارده كده علام والدرندلي رايحين للمغرب، هيركبوا على حساب الدوله، هيركبوا يمكن على حساب الاهلي الله اعلم، هيطالبوا بفلوس التذاكر من الاهلي يمكن، رايحين عشان ياخدوا اللقطه، عشان ياخدوا اللقطه وهم هنا مع يعني معلقين السجن للحاجات للاهلي، من حكام لتحكيم لفار مش عارف لتأجيل مباريات. لا، ولازم يذلوا الأهلاوية الأول عشان يأجلوا مباراة، لازم في آخر لحظة، في آخر لحظة. في حين لما كان بيراميدز والمصري يعني ها أول ما بيراميدز والمصري كسبوا مبارياتهم وهيروحوا للدور اللي بعده، قام اتحاد الكرة في ليلتها الساعة 2 بالليل تأجيل 3 مباريات بتوع بيراميدز والمصري والأهلي بالمرة. إنما لما الاثنين خرجوا ذل. النهاردة بيروح عشان ياخدوا اللقطة، زي ما ان شاء الله يروحوا ياخدوا اللقطه برضه في كاس العالم للانديه. هو ده الاهلي يا شباب، هو ده الاهلي. والتحكيم من التحكيم امين عمر والواد ميدو بتاع الفار قال بيقول لك خدوا شهر، هيقعدوا شهر ما يحكموش، الشهر اللي هو اصلا في الاجنده الدوليه ما فيش لعب كوره. لا ده هو، وهيودوهم طبعا المصيف على الساحل ولا في اي حته على حسابهم، وبعد كده ممكن يعملوا ماتشات اللي هو الدرجه الاولى او الدرجه ب يحكموا فيها. هو ده الشهر اللي الاهلي كسب ايه؟ الاهلي كسب ايه؟ كسب الثلاث نقط؟ كسب المباراه تتعد؟ كسب المهزله اللي حصلت في مباراه البنك الاهلي وزي ما حصل كده مع الزمالك واسوان الى اخره؟ حاجات بصراحه يعني تقزز وتخلي الواحد يكره الكوره والله العظيم. ثلاثه مش عارف تعملوا ايه.
ارجو منكم يا شباب المشاركه لو سمحتم، لو انتم بتسمعونا، لو انتم بتشوفونا شاهدونا كده، واعملوا والله العظيم ثلاثه. اول ما الجو يحلو كده هنخرج ونعمل. في ناس كتير بتسال القناه محتواها ايه. القناه طبعا رياضيه وكل حاجه، انما برضو لو في اي موضوع شيق يخص الشباب، يخص المستقبلنا، يخص اي سوء انتم بتتكلموا عنه ما عدا السياسه. السياسه ليها كلمه واحده بس، انا داعم لوطني قلبا وقالبا، وانا مغمض عينيا وطني، حكومه بلدنا، جيشنا، اهلنا، شعبنا، من الصغير للكبير. بس مفيش كلام بعد كده، ومفيش اي كلام في اي حاجه. احنا في الرياضه بننقد زي اي حاجه، احنا ممكن ننقد. الفساد موجود في كل دول العالم بلا استثناء، بلا استثناء. انما ان انا استخدم هذا الانترنت ضد حد من بلدي، او اضره، او اضر بلدي، او رايد بلدي ديا، لا، يبقى انا ما تستحقش اعيش. لان احنا هنا بنربي ولادنا على، لا، بنشربهم الاهلي، بنشربهم مصر. هو ده الاهلي، هو ده مصر، احمر اسود ابيض، هو ده مصر، والنسر هو ده الاهلي، هو ده مصر. ماشي يا شباب، باذن الله تعالى بكره ان شاء الله تعالى لنا لقاء، ونفرح كده، ومصر كده تفرحنا، اللي هم الأهلوية وموسيماني. طبعا مش هقول لك تشكيل، واللي عايز يعمل ترند الأهلي يعمل تشكيل ايه ومش عارف ايه. موسيماني ده عنده ميزة واحدة بس، مع ان مش عاجبني 70-80% مش عاجبني، انما هو له حاجة. انا كواحد كان ليا في الكورة يعني، او مدرب يعني، او عملت كورسات تدريب ودربت 13-14 سنة، هو عنده ميزة واحدة بس، ان اللي قدامه ما يفهموش. احنا نفسنا كاهلاويه مش فاهمين هيلعب بكره ازاي. هيلعب بكره مثلا 4-2-3-1، هيلعب بكره 4-3-3، هيلعب بكره 3-4-3 مثلا، هيلعب ايه بأني خطه. عمرو السوليه حتى الان مش مضمون اشتراكه. اتمنى لو هو هيحطه في الاحتياط، اتمنى ان عمرو السوليه يبقى موجود. نبدأ كاسحين من البداية. أنت لو هتسألني نبدأ من الأول، نخلص من الأول، ما نلعبش على التعويض. لأني لا قدر الله في حال تقدم الوداد هيبقى عندهم ميزة إن هم هيموتوا الماتش، هينرفزوك، هيستفزوك. إنما لو إحنا خطفنا في هدف، هم أعصابهم هتروح، هيبدأوا يطلعوا لقدام، وإحنا عارفين إن نقطة ضعفهم ورا أكتر من 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 من, من الهجوم. انما هيلعب عمرو السوليه. طبعا محمد عبد المنعم مش هيلعب خالص، قدر الله وما شاء فعل. عمرو السوليه مش مضمون، الباقي كله جاهز. وليد سليمان خرج بكدمه، هيكشف عليه النهارده وبكره، نشوف استعداداته. انا نفسي وليد سليمان يشارك بكره ولو اخر 20 دقيقه، او بس اقل حاجه 20 دقيقه لنص ساعه، لان وليد سليمان عنده حلول فرديه كتيره جدا جدا جدا، عنده حماس اللاعبين. احنا عايزين قائد للملعب داخل الملعب يا موسيماني. لو يعني انا نفسي انا شخصيا يا عمرو السوليه يبقى موجود في اللعب، يا وليد سليمان في حال تم شفائه او الكدمه ما اثرتش عليه، اللي هي بتاع التدريب بتاع الامس ده. كل كلامي عن مجريات الامور في المباراه. 5-6 آلاف هيوصلوا، مفيش مشكلة خالص. أنا قلت أنا من الأول 5 آلاف من مشاهدي الأهلي أو جمهوره. المهم ما يحصلش اللي حصل امبارح، وأخشى إن المباراة تتأجل، أخشى إن يحصل فيها مهرجانات وفوضى أثناء الدخول. أتمنى إن زي عندنا كده نظام في استاد القاهرة. زمان كان يقول لك الاستاد هيتقفل قبل المباراة بساعتين. هل ده هيحصل بكرة؟ هل هيحصل؟ ولا هيتحججوا ان ما كده كده حصل في فرنسا؟ يعني احنا هنا جنب فرنسا، لا، التذاكر غاليه، التذاكر نفذت، اذا هيبقى في تزوير في التذاكر، هيبقى في ناس تدخل على المكان المخصص للنادي الاهلي اللي هو الثالثه يمين. للاسف الشديد لم يلبي الاتحاد الافريقي كالعاده طلبات الاهلي، فالثالثه يمين. هل التالتة يمين هيبقى فيها ناس من الرجاء والمصريين وكده ويدعموا الأهلي، أم من الوداديين هيدخلوا عليهم؟ ربنا يستر، ربنا يستر. أنا مع الأهلي إن هو يستمر ونلعب ونثبت لهم، وكل ده إن شاء الله يكون ضغط عليهم. إلا إذا فعلا بربع ساعة ولا نص ساعة ويقول لك الفار اتعمل، حدف ازايز، ليزر، مش عارف ايه، شماريخ، بطريقه ان محمد الشناوي ما يقدرش يشوف قدامه، لا، تتوقف المباراه ونقول لك لا احنا هنكمل المباراه، احنا واقفين، انت ليك 10 دقائق تنسحب من المباراه. في خلال ال10 دقائق هم يتصرفوا. ده انطباعي الشخصي.
انما نتمنى انها تكون مباراه تعلي من افريقيا مش تنزلها. نتمنى ان الاهلي ياخد ال 11 والثالثه على التوالي باذن الله تعالى، ونتمنى باذن الله تعالى الهدوء في الاعلام المصري ان هم يرجعوا لربنا ويحبوا وطنهم، لان كفانا بقى، كفانا فوضى، كفانا 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 وزير الزمالك، وزير وزير اسمه ما اعرفش اسمه ايه، وزير الرياضه، كفايه ان هو مش عارف هو ما راحش ليه المغرب، ما راحش ليه. نرفع القبعه لفوز الاقجع، نرفع القبعه لفوز الاقجع، نرفع القبعه لفوز الاقجع. بيحب بلده، بيحب انديه بلده، ولو كان الرجاء بيلعب كان هيلعب، كان هيقوم بنفس الدور. انما احنا عندنا مين؟ من ابو ريده لصبح العلام، يا قلبي لا تحزن، وربنا كفايه انه معانا ومع الاهلي، ونحتفل باذن الله بكره. ارجو الدعم، ارجو الاشتراك، ومتشكرين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.